الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم، وإن شاء الله نراكم وأنتم تحققون مزيدا من الإبداع. أهالينا الأكارم، أخواتنا الفاضلات، مهندس محمد الحبيب منسق هذا الوفد، طلابنا الموفقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب أبي الفضل العباس عليه السلام ومن رحاب هذه البقعة الطاهرة أحييكم وأرحب بكم، ويا أهلا وسهلا في مقدمكم هذا. إن شاء الله تعالى ستعاد هذه المسابقة اليوم في رحاب العتبة العباسية المقدسة وبمعية مدربكم الطيب أستاذ محمد، وإن شاء الله تعالى سنرى الإبداع الذي لطالما سمعنا عنه نراه اليوم يتحقق. أحبتي الأكارم، أنا حتى ما أخذ من وقت حضراتكم سأدع كلمة الترحيب بالأهالي الأكارم وهذه الوجوه الطيبة البراعم وبمن قدم إلينا من محافظة ذي قار، مديرية تربية ذي قار، إلى السيد مسؤول شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة الأستاذ ماهر خالد، فليتفضل مشكورا. زين تستقبلوا بالصلاة على محمد لولا؟ عجيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زينا هسه، زينا هسه. يلا الأساتذة الأعزاء من محافظة ذي قار الحبيبة، الأهالي الأكارم، الأساتذة الأعزاء، أبنائي وبناتي، المبدعين، الأبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جدا سعيدين بمشاهدة هذه الوجوه وهذه العقول، وهي تستخدم هذا العقل في العلم وفي الطريق الصحيح. لطالما الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وقسم العلاقات العامة وشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية وضمن مشاريعها من ضمن مشروع فتيل الكفيل الوطني هو دعم الشباب والطلبة بكل أصنافها، ومن ضمنها هاي المهارات اللي موجودة كيف نسقلها وكيف نسلط الضوء عليها، وهذا جزء جدا يسير تقدم العتبة المقدسة لحتى تبرز هذه الطاقات اللي موجودة. هواي أكو محتويات باليوتيوب، كل احنا نشوف اليوتيوب صحيح، هواي بي محتويات ممكن قسم من عدها هي فقط نضيع بها الوقت، ولكن أكو محتويات إيجابية صحيح نستفاد من عدها، من ضمنها هي الحساب الذهني. احنا الآن في مرحلة معينة من الحساب الذهني، أكو شيء أكثر صح، فأنتوا الآن راح توصلون ممكن وتقدمون في هذا الاختصاص، وبالتالي راح تكونوا مميزين بين أقرانكم. يمكن اليوم موجود فد مليون طالب في ذي قار صحيح، ولكن أنتوا تميزتوا في هذا الجانب، وهذا ينطيكم خلينا نسميها نجمة، ينطيكم فد التفاتة بأنه أنتوا مميزين عن الآخرين صحيح. ولكن أكو شيء كلش مهم، ليس المهم هو الوصول إلى القمة، ولكن المهم هو البقاء في القمة. أنا اليوم من أريد أتعلم فد شيء، أتعلم سياقة، أتعلم سباحة، أتعلم فد مهارة معينة، أتعلم الحاسوب، هذه هي مهارة صح؟ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تدريب مستمر، تحتاج متابعة مع أساتذتي، تحتاج إلى أنه أدرب نفسي، أقضي وقت أكثر لحتى أوصل للي أريده صح؟ احنا اليوم سنة 2023. شو اسمك؟ عبد الله سعد. عبد الله و حسام. عبد الله وحسام كود يخلون خطة من الآن، يقول أنا وين أريد أوصل سنة 2025.
شوف تشوف نفسك انت وين راح تكون في هذا الاختصاص، تمام؟ يا مسابقات كود اوصل بيها واني احصل مثلا امثل العراق مثلا في هذه المسابقات. من الان حاول بانه تتدرب لحتى توصل وين، حتى من تجيك الفرصة انت متدرب وتقدر تنافس بيها وتوصل لوين للي تريد توصل. طبعا انا ما اريد اطول عليكم وحتى ناخذ ان شاء الله وقتكم. رسالتي وكلمتي هي الأهالي الأعزاء، طبعا هذه الجهود مباركة وموفقة، ويعني ندعو الباري عز وجل من هذا المكان المكرم والمشهد المعظم أن يوفقكم ويأخذ بأيديكم لهذه التربية ولهذه العلمية بحق محمد وآل محمد. وكلمتي الأخيرة مع الأبطال الشباب، احنا كلش يعني شيقين لانه نشوف ابداعاتكم ان شاء الله على هذه الشاشه، ونشوف كيف العقل منور، ها الجلوب هيك مشتعل، اوكي. فراح نترككم ان شاء الله مع الاساتذه الاعزاء في هذه المسابقه، وان شاء الله سيدا اختم هذه الكلمه بتجديد الترحاب بكم اساتذتنا الاعزاء، وحياكم الله واهلا وسهلا مرحبا. يلا نستقبل الأستاذ محمد بالصلوات العاليات. الله يعافيه. صلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الأخوة الحضور، الأخوات الحضور جميعا، أرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب العتبة العباسية المقدسة مع برنامج السوربان للحساب الذهني. أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأرحب بكم بأعذب كلمة ترحيب سمعتها منذ طفولتي، كانت ترددها أمي كلما غبت عنها وعدت، ألا وهي مية هلا. فمية هلا بكم في رحاب العتبة العباسية المقدسة. برنامج السوربان باختصار هو برنامج مخصص لتنمية وتطوير القدرات العقلية. البرنامج ليس رياضيات أبداً وليس عمليات حسابية. البرنامج لا يستهدف العمليات الحسابية والرياضيات أبداً، وإنما يستهدف تطوير القدرات العقلية. راح يستخدم العمليات الحسابية كوسيلة حتى يطور وينمي هذه القدرات العقلية، مثل ما أن الشخص اللي في قاعة كمال الأجسام يدخل يستخدم الأوزان حتى ينمي ويطور الكتلة العضلية، كذلك إحنا نستخدم العمليات الحسابية والرياضيات وسيلة حتى ننمي ونطور القدرات العقلية. برنامج السوربان راح يختصر سنوات من عمر الطفل، راح يعطي طاقة عقلية كبيرة جدا، راح يخلي الطفل قوي بجميع المواد. برنامج السوربان بميزة جدا مهمة تبرز من خلالها أهميته، أنه برنامج ما يعترف بالذكاء. أي طفل مهما كان ذكاءه إذا تدرب بطريقة صحيحة راح يستطيع يصبح أقوى من الأطفال اللي أكثر ذكاء من عنده، وهذه ميزة مهمة جدا. نتمنى من المسؤولين من الحكومة العراقية، نتمنى أيضا من وزارة التربية أن تتبنى أو تنظر إلى هذه النقطة، أنه البرنامج ما يعترف بالذكاء، يعترف فقط بالتدريب. كذلك البرنامج لا يعترف بالعمر، مهما كان عمر الطفل إذا تدرب بطريقة صحيحة راح يستطيع يصبح أقوى من الأطفال اللي أكبر عمرا، بل أقوى من الناس اللي أكبر عمرا. الآن طلابي أمامكم، صحيح أنا مدربهم، صحيح أنا خريج هندسة، لكن أنا أعترف أمامهم أنهم أقوى من عندي. ليش؟ لأن البرنامج ما يعترف بالعمر، يعترف فقط بالتدريب. فكلما تدربت أكثر كلما تطورت قدراتك العقلية أكثر. اللي يميز برنامج السوربان اللي تبنيناه في محافظة ذي قار أنه برنامج دمجنا معه جزء من التنمية البشرية. التنمية البشرية أخوان هي مهمة جدا، الدعم النفسي هو أهم بكثير من الدعم المعنوي، من الدعم العلمي العفو. هنالك جانب علمي وهنالك جانب نفسي. أول شيء جاي نهتم بالجانب النفسي، يتكامل الطفل نفسيا ومن ثم نعطيه الجانب العلمي. شنو قيمة الجانب العلمي إذا كان الطفل محبط نفسيا، محطم نفسيا؟ شنو قيمته؟ شنو قيمة ابنك إذا ياخذ 10 بالإملاء
هو سامع أبشع الكلمات السيئة اللي محبطة. كل الناس اللي قادوا الحياة الآن هم اللي كانوا أقل درجات في صفوفهم، وهذه ليست دعوة إنه إحنا نأخذ درجات قليلة، لكن لو ابنك أخذ درجة متدنية مو معناها إنه نحطمه، مو معناها إنه نقتله، ربما هو مبدع في مجال آخر. فالقصد إنه برنامج السوربان بينكهة من التنمية البشرية. فأول يوم التقينا بهؤلاء الأبطال قلنا لهم أخطأ براحتك، لا تخافوا من الخطأ. أكبر فشل يمر به الإنسان إنه هو يخاف من الخطأ، يخاف يفشل، تمام؟ فإحنا اليوم راح نسوي لكم هذه المسابقة. قبل كل شيء هي تجربة حلوة لكم، تمام؟ اللي خاف يفشل هذا هو الفشل الحقيقي، لا تخاف، تمام؟ وحنا قلنا لكم ما دمت تحاول فأنت إنسان ناجح، حتى لو كانت المحاولة خاطئة، ما دمت تحاول أنت راح تنجح بالأخير. لكن بمجرد أنك تخاف تحاول أو تخاف من الفشل قطعا ما راح تنجح بحياتك، أو راح يكون نجاحك ضعيف جدا. باختصار عندنا كلمتين لأولياء الأمور، شنو رأيهم بهذا البرنامج، شنو النتائج اللي شافوها خلال هذه الفترة. واحد من الآباء أبو عبد الله يعني رافقنا الرحلة بتدريب ابنه الكورسات تقريبا 4-5 مستويات، فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على إتاحة هذه الفرصة لأبنائنا أنه يكونون في ضيافة مولانا أبي الفضل العباس، لنيل من عطاء وبركة هذا الإمام الفاضل، وبعدهم هم في مقتبل العمر، لكي يكون راسخ في وجدانهم أنه في يوم من الأيام كانوا في ضيافة أبي الفضل العباس. فلكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على هذه الدعوة الكريمة من جنابكم. أما فيما يخص برنامج السوربان، حقيقة كانت بداية مفرحة أنه أبنائنا اشتركوا في هذا البرنامج وفي هذا الكورس التدريبي اللي هو يكون في حد ذاته برنامج إثرائي. هي ليست مادة منهجية تدرس في المدارس، ولكن هي مادة إثرائية، الغرض من عندها أنه زيادة القدرة الاستيعابية لدى أبنائنا فيما يخص حصرا أنه مادة الرياضيات بالدرجة الأساس. طبعا هو لا يختص في مادة الرياضيات وحدها، لكن هو بالدرجة الأولى أنه لاحظنا، يعني أنا عندي أبناء 2 اللي هو عبد الله وحسن ما موجود، يعني صار عندهم اختلاف واضح فيما يخص أقرانهم اللي موجودين حاليا وياهم بالزملاء الدراسة، أنه يعني قام يقول بابا أنه دول اللي وياني يحسبون بأصابعهم، يعني حسوا في أنه أكو فرق واسع ما بين الدراسة اللي يدرسونها بمدارس الاعتيادية مدارسنا النظامية، وما بين الكورس التدريبي اللي أخذوه في مادة السوربان اللي هي مادة الحساب الذهني، بالإضافة إلى أنه زادهم إمكانية في بقية المواد. يعني كانت تجربة ناجحة. احنا نشكر كل الشكر والتقدير والثناء للمهندس استاذ محمد على إتاحة هذه الفرصة في محافظة ديقار، أنه زادهم معرفة وزادهم مقدرة وزادهم إمكانية في هذا في هذه المادة. وال يعني هاي المسابقة الخامسة في رحاب العتبة العلوية، عذرا العتبة العباسية، وسبقتها 4 مسابقات حصلوا بها على التكريم والدعم المادي والمعنوي، وراح تكون ذكرى جيدة لهم. ونتمنى لهم الموفقية، أنه كل أبنائنا وكلهم أبطال، كل الموجودين الحاضرين كلهم أبطال، سواء أنه اللي يفوز أو اللي ما يحقق النتيجة بالمراحل المتقدمة، كلهم أبطال. كل الآن اللي موجودين كلهم اشتركوا في مسابقة 100 رقم ب100 ثانية، وأقل يعني أقل من ثانية أيضا وصلوا في سبيل أنه يعني تتميز النخبة من عندهم، ولكن كلهم أبطال بدون استثناء. كل اللي موجودين سواء فازوا أو تأهلوا المراتب المتقدمة أو ما تأهلوا كلهم أبطال. ومجددا كل الشكر والتقدير إلى الإخوان القائمين على العتبة العباسية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونتمنى لكم الموفقية، وإن شاء الله نتمنى في فرصة قادمة أنه يكونون في رحاب مولانا أبي الفضل العباس، ولكم منا كل الشكر والتقدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. نقطة جدا مهمة إنه هذه النتائج اللي راح تشوفوها هي نتاج 18 يوم من التدريب. تقولون ما معقولة، لأن لكم معقولة وأولياء الأمور هم حاضرين. الآن كلمة المهندسة فاطمة أيضا عندها تجربة مع ثلاث بنات من عندها، نستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم. طبعا أشكركم الشكر الجزيل هالاستقبال هذا الرائع بهاليوم هذا المبارك، فألف شكر لحضرتكم. تجربتي ويا السربان، عندي ثلاث بنات آني. بنتي الكبيرة رقية كانت خجولة، جدا خجولة، ثاني ابتدائي يعني فحرت بيها، كان وسائل التواصل الاجتماعي أبحث، فإحنا من النعم اللي عندنا محافظة ذي قار وجوز أستاذ محمد، فقلت خلي أجرب تجربة أدسها هي وأخواتها الأصغر منها عسى والعل. الحمد لله والشكر من أول يوم مسكوا حقيبة السوربان اللي هي تكون عبارة عن كراسه، اختلاف جذري عند الأمر، وبقينا واستمرينا والحمد لله والشكر. ثقة بالنفس، تفوق، إبداع. طبعا من خلال السوربان اكتشفنا أنه هي رسامة أيضا، فتجربة رائعة بحد ذاتها. وأعيد أنه من النعم عندنا أن أستاذ محمد، هم هسه كانت بنتي قاعدة بالتصوير، لأن أستاذ محمد قال لي لها قعدي، أنا قلت لها قومي، قالت لا. أستاذ محمد يعني يحترموه بشكل بمثابة الأب الثاني لهم، ويعني صراحة تجربة يعني أكثر من رائعة، خاصة ويا بنتي الكبيرة رقية اللي هي ما شاء الله يعني أبدعت بهذا المجال. فياريت يعني اهتمام زايد، يعني احنا صراحة وزارة التربية خاطبناها بوقتها، او اي انسان يعني نحصل نقول له احنا نريد اهتمام زايد بهالشباب ذولي الحلوين، اعمار صغيرة بس ما شاء الله مبدعين، يعني يحسبون احسن مني، يعني مهندسة كملت هم ماستر ادارة مشاريع لكن يحسبون اسرع من عندنا. فنسأل الله العلي العظيم انه يحفظهم ويطورهم ان شاء الله، يحفظ لنا استاذ محمد الاخ ما قصر ويانا بهواي امور. شكرا لحضرتكم. شكرا جزيلا. طبعا ختاما عندنا كلمه للمبدعه ود الزهراء ثامر، استقبلوها بالصلاه على محمد وآل محمد. تعي ود. هذه ختاما. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم اجمل الترحيب. اسمي هو ود الزهراء ثامر، الصف الرابع الابتدائي، المدرسه العقيده للبنات حلمي بالمستقبل صيدلانيه. شو تعلمتي من دوره السوربان؟ استفاديت هواي أشياء من دورة السوربان، وأمشي دوت ما أحسب أصابعي، وصرت مميزة بكل المادات. فراح نبدأ ويا أربع طلاب، راح تنعرض الأرقام بالشاشة والطلاب راح يوقفون هنا وجهك على الشاشة، تمام؟ نقول جواب، راح تكتب جوابك بالصبورة وترفعها للجمهور، والجمهور راح يقيم بين جوابك وبين الإجابة الحقيقية اللي راح تطلع هنا، تمام؟ راح أعتمد عليكم أنتم الأهالي تقولون منو الجواب الصحيح، تمام؟ متفقين؟ يلا هسه راح نبدي. أول عبد الله، أسعد، عبد الله حسام، ومرتضى، وباقر. يلا محاولتين، اذا ما جبتها راح نسحبها، تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدا. قبل لا نبدا، انتم كلكم ابطال، سواء جبتها او ما جبتها مو مشكله، تمام؟ احنا هنا جاي نلعب لعبه، واضح؟ واللي يلعب اكيد يخطئ، مو مشكله حتى اذا خطا، تمام؟ راح نحاول مره ثانيه مره ثالثه، مو مشكله. يلا بسم الله، هذا ابدا.
هذا اخبار واحد تمام. شفتوا الجوابات؟ 425. يلا ابو باقر شوف انا الاجابات وراح نقول الجواب. جواب هو 489. 489 واحد. جوابات كمكم؟ 491. الجواب 500. يلا كبار اكتب يلا. ها؟ كلهم؟ 484. باقي الاسئله تنفع؟ جواب 484 جوابهم صحيح ابطال. يلا. ادم محمد باقر يوسف طيب امسح الجوابات اكو كنيس وراي. يلا يوسف هنا.
الجواب هو 458. محمد باقر وآدم. يلا عندكم بعد قومي هدى وقومي زينب. زينب جابت مين جابتها؟ زينب يلا زينب. يوسف جاي تشوف الساعة اللي حقت شفتها؟ لا بالبداية ما شاف. بالبداية ما شاف. أنا أعطيك نص بعد. يلا. راح نعيد لك المحاولة يوسف. يلا خذ نفس عميق. يلا بطل. يا
512 منهم؟ 512 يوسف؟ اي 512 هسه راح ناخذ الجوله الثانيه 0.8 10 ارقام عفوا 100 رقم ب 80 ثانيه يلا رقية هدى وعبد الله و عبد الله كذلك مرتضى كلما تحداكم بالمسابقة الجاية كذلك آية بالمسابقة الجاية هي مو آخر مسابقة هاي راح تصير مسابقة ثانية وثالثة راح نستمر بالمسابقات إن شاء الله يلا بسم الله بسم الله ابدي يا الله جوابك
هذه؟ كيلو ب 501. تمام، هبار. يلا قومي ود، قوم عبد الله حسام، قوم علي. قوم مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدا صوتكم لا تحجون اللي وراهم تاثرون عليهم. لا حد يحكي، لا حد يحكي من فيه. يلا ابدا. بدون كلام لا حد يحكي. ايش قد؟ 3503 و1501. جواب 503. 503. يلا يوسف ركز منتبهين؟ يلا تمام؟ نوصل نوصل. يلا ابدا. عبد الله نوصل. يلا عينك جواب. أنا بصبوته. يلا عينك بصبوته فعلي. يلا شوف الجواب. رفعون 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 نشوف. 552 عفوا 452. 452. ولا واحد. يلا علي علي حسام. منو ما قام بعد؟ مصطفى. عندكم بعد محاولة. اخذ نفس عميق.
يلا قول يلا تبو يلا طب يلا جواب واضح خمسمية باقر وزينب تمام يلا يوسف مصطفى عدل بعد المحاولة يلا محمد باقر بعد منو حسين تمام من باطر و حسين يلا بدأ كلهم 493 493 مصطفى ومحمد رابع يلا حسين عندك محاولة أخيرة يلا حسين يلا Yeah.
لا تحكيني الإجابة. الجواب 507. كله 507. عندنا هدى بعد عدة محاولة، تمام؟ يلا. قوم يود. قوم مقتدى. قوم باقر. قوم آدم. آدم آدم. يلا. ودي بتحس مين؟ بس حبيبي. لا حبيبي. هدى مقتدى ومقتدى ومقتدى ومقتدى. هدى مقتدى ومقتدى ومقتدى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا قول يلا يلا بدون صوت الباقي يعني. يلا ابدا. عينك بصبرتك عينك بصبرتك إذا في مو مشكلة. يلا جد جوابات 560 و 367 لا هذا 460 مكتسب 460 الجواب 560 560 باطل باطل وفدك مو؟ مقتنع عندك بعد محاولة؟ بعد من واللي ما قام؟ آدم محمد مصطفى ودي زهران انت بالي بس تسلي بيهم ساعة تسلي بهاي ساعة تسلي بهاي قعد المكان تسكتي صبر بيهم صبر بيهم انت يا اللي صبرت علي شوي بعد يلا بدي يلا
بعد منو بقى؟ حسين؟ بعد منو؟ بس حسين مو؟ زينب يلا قومي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. زينب عادي حسين شو جوابك؟ 495 يلا بطل حسوني هدف بعد محاولة مو؟ يلا يلا زينب هاي رحيل النخل عالية تصرف دموع وايد يلا بدأ يلا بسم الله يا الله يلا ما يفعل يلا خلي تكمل ود لا حد جبت النتيجة يلا 500 يلا رفيها
يلا حيل ربعي اسبوع لا 511 512 512 يلا الجواب 511 يس تمام ود الزهراء تمام صبولها ود صبولها ليش ترددين وعطيهم قوة تمام يلا عدكم بعد محاولة عبد الله حسام قوم ياهم سيد محمد هاي 100 رقم 50 ثانية 100 رقم عرضا أمامهم نطول الجواب ما ادري يلا ابدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا ركزوا يلا ابدا يلا اكتب النتيجة يلا أطلع لا تحجين قلت لا حد يحجين هلا عبد الله يلا جيد الجواب 473 الجواب هو 472 عبد الله 472 تمام يلا رقية ممتازة مبتدا يلا أطلع عبد الله حسام عندك بعد محاولة تمام؟ يلا زنوبة احنا هنا جاي نلعب تمام طبيعي تمام شربتي ماي صباعي يلا شربوا ماي تمام يلا ابدا واحد بس يلا يلا بس جواب بس دور عليه 506 تمام
يلا بطل بطل شكرا. بعد المحاولة يلا بعد من زينب ونصر عندكم محاولة واحدة تمام؟ يلا يلا هاي انت انت ورقية سبحان الله رقم واحد بطل بطل يلا 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 هسه راح تتنافسون على المركز الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. هذه الجوله الاخيره راح نبقى نعيد بها الى ان من اللي يصل ماكو بوينت. رجعوا 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 ماكو بوينت اربعه تمام بوينت خمسه رجعوا. هسه عندنا غير كم واحد كم خمسه خمسه مو نعم سعد عبد الله اسعد وباقر خمسه تمام محمد وعبد الله حسام جد الجواب يلا 390 و 491 490 عندنا الداخل تمام. من هو 490؟ انا 490 وبعدين عبد الله تيا هو 91 عبد الله 95 هاي ثلاثة وليهم 96 يلا عبد الله لا عبد الله بعد بعدين دول واحد مسوي جود واحد لا انتم ثلاثة قاعدوا اشتري يلا يلا حسام في جوابك؟ 487 يعني لازم جواب صحيح 487
لأن على رؤوسهم الطير بدأت بشبيكم تعبتوا بشبيك يلا بشجر الجواب 508 508 ولد زهراء المركز الثاني هسه باقر ومحمد على المركز الاول والثاني بعد محاولة لا هي مراكز هاي واحدة واحدة هاي مراكز أخيرة هاي دورة هاي دورة سنقول هوي قوموا كلكم واسوها وين واسفكم آية تعال طلج آية يلا يلا قول يا الله قلبك رحيم يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا اللي عندهم يعني 100 رقم يعني شو اقرانهم اسمه بصابعهم ترى رقمين ثلاثه ما يدبرهم يعني قدرات عقليه عاليه جدا والله كنا فخر بكم صراحه جناب السيد كان متابع لكم من خلال الشاشه ومنشغل بالبريد فمتابع لكم من خلال الشاشه ويدعو لكم الله يحفظكم جناب السيد تتفضل اذا تتوكل على المنصه اخواننا الاعزاء احنا راح نبدا بالطالب الاول ومن ثم ننتهي بالطلبه جميعا الان ادعو الطالب باقر قاسم خضر الى المنصه ولكن كل واحد يقوم اريدكم تستقبلوه بصلوات عاليات الله على محمد وعلى محمد صورة ما تخلص صورة إذا ما هي شيء صورة بتضمن عنكم سيد تصورها صورة موجودة شهادة مالتك إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله لا سيد أنت صرنا خلصنا يعني بالضبط
أستاذ محمد إن شاء الله الصور اللي قاعد تسويها. طيب يليه الطالب محمد باقر هاشم ولكن على محمد استاذ حسن استاذ حسن بلا زحمة عليك فقط مسألة الصور جزاك الله خير صور استاذ محمد صور راح تجيك جاهزة ادعم الصورة للتذكار ان شاء الله طيب احنا شنو اختلف اتفاقنا مو قلنا اللي يقوم نستقبله بصلوات عاليات قبل شوية الصلاة مو عاليات عشان ها يلا خلينا نشوف على الثاني هسه الطالبة ود الزهراء ثامر شلون تستقبلوها عافية عافية بلي المركز الثالث الطالب ودي الزهراء عافية 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 إن شاء الله أحسن وأعلى بابات هسه الطالب بالمركز الرابع عبد الله أسعد حسن اللهم صل على محمد وآل محمد ومن ثم الطالب بالمركز الخامس موفق إن شاء الله بابات عبد الله حسام عبد لا 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 عفوا الدقيقة عيدوها من جديد اللهم صل على محمد يا رب محمد عمي اذا ما متغدين والصلوات هيك يعني سهله هاي العشاء موجود ملحوق ها طيب صار صار نعم ايها الاحبه نستمر معاكم بتكريم الطلبه يتفضل ويانا ادم رياض كاظم هم استقبلوا بس عافية إيه إيه. على محمد وعلي محمد. يليه الطالب مقتدى ناصر فليح. اللهم صل على محمد وعلي محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دائما وأبدا. وأن نراكم متألقين ومزيدا من الإبداع إن شاء الله الطالب حسين حسام نعيم إذا تعبتم أجل التكريم عفوا بعدين نسويه ها سمعونا صلاة عليه مركم تعبوا ايه عافية هاي هاي الصلوات هي تعطينا فتحافز معنا وتخلونا احنا نستمر بالتكريم إذا نشوفكم تعبانين نوقف نأجل هو لازم الطالب علي علي حسام نعيم اللهم صل على محمد وعلي محمد الطالب يوسف حسين عليوي هو اللي جاي طالبه بس منو تحزرون ها لا 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 الطالبه زينب عماد عبد الكاظم فاستقبلوها بالصلاه على محمد وآل محمد هسه هم طالبه منو كم واحد يقول رقيه وكم واحد يقول زينب نعم انها الطالبه رقيه عماد عبد الكاظم فتتفضل مسبوقه بالصلاه على محمد وآل محمد هسه هم طالبه بعد من يقول غيرها هاي علاء ها منو الطالبه هدى بسام معا فلتتفضل مسبوقه بالصلاه على رقيه عماد هسه رقيه عماد وين رقيه عماد هاي رقيه عماد بعدها النوب هدى بسام عافيه 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 هاي هم هديتك باباتي يحفظك الله هدى بسام عافيه باباتي
هسه الطالبة آية علاء، هي كانت آية علاء بس راح نغيرها. هسه الطالب آية علاء، الطالبة آية علاء طالب فتة، تفضل مشكورة. سيدنا آية كانت تبكي كثيرا يعني. آه ما شاء الله. بس هسه ما أدري بعد إيش تبكين بطلتي؟ بعد أبو فاضل إن شاء الله هو بعد الله يوفقك بابات. الله يحفظك. موفقة يا آية. هذه الدموع دموع الإبداع إن شاء الله. نعم أيها الأحبة الأبطال الموفقين، أنا وأنتم والطالب مرتضى علاء مصطفى طارق. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه منو؟ ها؟ الأحبة الأبطال، أنا وأنتم والطالب مرتضى علاء طالب. وصلي على محمد وآل محمد. أنا وأنتم والطالب الأخير مصطفى محمد. مصطفى لا 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 زين، سووا صلاة على محمد وآل محمد ختامي وبعدين. الخاطركم، أنا وأنتم والطالب مصطفى محمد موفق. عافية عافية كل الشكر والتقدير لكم جناب السيد. الله يوفقكم على هذه المتابعة والمواصلة.